زي الفرح عند نجاحه وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه ملاقي فرحا في الدنيا زي الفرح عند نجاحه كان حلم جميل في خيالنا وما غابش في فرح وياي ولقيتني في عز هنا والدنيا فرح وياي بتهني حبايبي معايا وكل الكل ارتاح ملاقي فرحة في الدنيا زي الفرحة بنجاحه وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء بحلقة جديدة من أحلى لوات. بدي رحب بكل المشاهدين وين ما كنتوا عم تحضرونا بمصر عبر السي بي سي وبلبنان عبر الام تي في اللبنانية وأكيد بجميع أنحاء العالم بدول عربية كندا أستراليا أمريكا وين ما كنتوا عم تحضرونا بأي توقيت المهم تقضوا معنا أحلى لوات. وأكيد بدي رحب بالجمهور الموجود معنا بالاستديو يلي عم بيولع بكل حلقة وبونسوار لمحمد. مساء الخير يا نانسي ومساء الخير على كل مشاهدينا اللي بيشوفونا. نجومنا النهارده محضرين نفسهم عشان يعيشونا احلى الاوقات مع المنافسه والتسليه والربح لانه فريق واحد من الاثنين هو اللي هيكسب معانا التحدي النهارده. رحبوا معي باول ضيف محمود عبد المغني. محمود حبه للتمثيل بدا من ايام المدرسه بس قرر انه يقوي موهبته على المسرح ومن بعد انتقل للتلفزيون. صفاء سلطان صحيح قررت تدرس طب الاسنان انما عشقها وحبها للتمثيل كانوا اقوى وموهبتها صارت مهنه. امينه درست التمثيل بس الغنى كان اقرب لقلبها فاشتهرت وتميزت باللون الشعبي. جورج الرازي الفن بدمه ومن صغره طلع سلم النجاح شويه بشويه ومن صوته احنا بنحب نسمع كل الاغنيات الطربيه. ديانا رزق صحيح جايه من عالم الجمال انما درست الصحافه وبدات العمل بالتلفزيون من 9 سنين وقدمت العديد من البرامج. فريال يوسف ممثله تونسيه عرفت الشهره من صغرها وشاركت بالعديد من المسلسلات والان انتقلت للعمل والاحتراف في مصر. بدي اقول بونسوار للضيوف الموجودين معنا، مثل ما شايفين انتم مقسومين لفريقين، بس انا عندي احساس انه الليله في حدا بده يكسر السكور لانه مش معقول يكون على يميني امينه الصوت الرائع يلي انا بماضي بصوتك ديانا الجميل وعشمالي صفا جورج. لحظه انت عرفتوا انه جورج عريس؟ فينا نزفه لجورج؟ بلشنا بالاول. بدي اقول لك مبروك جورج لانه انت عريس جديد ولبق لك الخاتم بايدك. انا خطبت وان شاء الله فرحه كبيره ونتمنى لك التوفيق. اكيد الف مليون مبروك. وفريال كمان يعني الليله كل الحماس مطلوب منكم. طبعا يعني اكيد انا لازم اربح. ضيوفنا هنخليكم تستريحوا شويه، عندنا التسليه وعندنا الجد وعندنا الغنى، عايزين نركز مع بعض ونبدا اول فقره عندنا بس بعد الفاصل.